خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. لجماهير النادي الاهلي العظيمه، والف مبروك للجهاز الفني واللاعبين، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لكل عشاق النادي الاهلي وجماهيره الكبيره واعضاء النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، زي ما احنا متفقين كمجلس اداره ماشيين على الخطه الطيبه بتاعتنا، بنجتهد وبنشتغل، وربنا بيكلل البطولات دايما يا رب، بيكلل النادي الاهلي بالخير دايما يا رب. فالف الف ومليون مبروك يا رب. يعني الف مبروك لحضرتك يا فندم، طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، لكن فرقه الطايره بالذات اعتقد السنه دي كمجلس اداره الدعم الكامل اللي كابتن ميدو احتاجه كان موجود ومتوفر، واعتقد كل السبل كانت متاحه ان الفريق ان شاء الله يحصد كل البطولات، خاصه عندنا كمان بطوله عربيه بعد ايام في النادي الاهلي. ان شاء الله كل فرق النادي الاهلي، احنا بنشتغل دايما على المركز الاول وبنشتغل على البطوله، وبنقف على ملاحظاتنا على بعض الحاجات اللي موجوده عندنا، لو في اي ملاحظات بنعدلها، بنجدد، بنشتغل، بنصلح لو في خطا، لان احنا اكيد مؤسسه كبيره وبتشتغل على نجاحات. اكيد من الممكن يبقى في بعض التعديلات، بعض المتابعات، بعض الحاجات دي كلها، انما في الاخر كلنا بنشتغل كمجموعه واحده لصالح النادي الاهلي، وده اهم حاجه في الدنيا، ان كل الناس اللي موجوده دي بتشتغل بحب جدا للنادي الاهلي. الحمد لله احنا كسبنا سوبر برضو سيدات، ودي اول بطوله للرجاله في الموسم ده، بنحمد ربنا عليها. تعبهم هم اللي اصحاب الانجاز، هم اللي تعبوا في ارض الملعب، هم اللي عرقوا في التدريبات، هم وكابتن ميدو مصلحي طبعا، بشكرهم جدا جدا. كلنا شايفه بدل الروح اللي بيلعبوا بيها، مدى الحماس واللي بيلعبوا بيه اللعيبه، عشان كده بتؤدي الى نجاح البطولات. هم الاول السنه الحمد لله ماشيين بانتظام فريق الطاير عندنا، كل لعيبه عارفه ان داخل على منافسات قويه جدا، ودي اول بطوله، وعندنا بطوله عربيه ولسه دوري ولسه كاس. اتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما هم وعدونا من اول الموسم، احنا بنشتغل على ان احنا نكسب كل بطولات السيزون باذن الله السنه في الكره الطايره، وباذن الله ربنا يقدرنا ونوصل للتارجت ده باذن الله. كابتن خادم، على طول ما فيش اقل من اسبوع بطوله الطايره للبطوله العربيه لكره الطايره كمان هتبتدي، النادي الاهلي هو صاحب التنظيم كمان في النسخه دي، واحنا ابطال البطوله اكتر من يعني تقريبا 8 مرات قبل كده احنا ابطال البطوله، يعني شايف الاعداد ازاي البطوله والفريق والدعم كمان اللي بتقدموه كاداره نشاط رياضي؟ احنا اكيد قدمنا الدعم من اول السيزون، ان البطوله زي ما انت بتقول البطوله بعد اسبوع، ست سبع ايام وداخلين بطوله جديده، هو ده طبيعه النادي الاهلي، هو دي لعيبه النادي الاهلي، هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي، ان هي دايما بتخرج من بطوله لبطوله لبطوله، ودايما بتنافس على كل البطولات. اتمنى البطوله العربيه بطوله قويه جدا، اتمنى اللعيبه يعني تزيد من حماسها بروحها. جماهير منتظره اكيد المكسب، وكلها منتظرين المكسب، مقدمين اللي هم طلبوه الجهاز، كابتن ميدو مصالح طلب حاجات من اول سيزون اكيد بكل حاجه بنحاول نلبيها له مع مجلس الاداره. الحمد لله المنظومه كلها كامله متكامله طول عمر منظومه النادي الاهلي، ليها مجلس اداره محترم، ليها اداره نشاط رياضي محترمه، ليها اجهزه محترمه، كلهم بيتعاملوا مع بعض، بيطلع الاحداث اللي احنا بنشوفها قدام الناس، المكاسب الجميله اللي احنا بنشوفها، وده اهم حاجه عندنا. الحمد لله بحب ابارك اول حاجه لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولعيبه الرجاله والجهاز الفني. الحمد لله مشوار الموسم طويل جدا، احنا لا خمس ماتش معانا مع نادي الزمالك، ماتش ديربي، كل ماتش ناخده بماتش، ورغم الاربع ماتشات اللي فاتوا كانوا تحصيل حاصل، بس احنا بالنسبه للنادي الاهلي نادي الزمالك احنا بننزل الماتش ده ماتش بطوله لوحده، والحمد لله النهارده كان ماتش البطوله، بطولة السوبر بطولة مهمة، أول موسم يتعمل فيه بطولة السوبر، الحمد لله قدرنا ناخدها، إن شاء الله ده بداية، وإن شاء الله عندنا البطولة العربية، هنفرح النهاردة ونقفل الصفحة عشان عندنا بطولة عربية داخلين معسكر يوم السبت، وربنا يكرمنا في البطولات اللي جاية كلها إن شاء الله. البطولة العربية وإحنا أبطالها أكتر من يعني تقريبا 8 مرات، تقولوا لجمهور النادي الاهلي وتقعدوا ايه، خاصه ان احنا منظمين البطوله السنه دي؟ طبعا بطوله جامده جدا، بطوله اقوى من افريقيا في وجهه نظري، كل الفرق الخليجيه مدعمين باثنين محترفين، ماتشات قويه، دي فتره اعداد برضو للدوري والكاس. النادي الاهلي طبعا كل ما بنخش بطوله ما نعرفش غير مركز اول، والحمد لله اخر فتره كنا اخر بطوله كنا واخدين مركز اول، وان شاء الله نوعد الجمهور بالنادي الاهلي، نوعد جمهور النادي الاهلي بالبطوله العربيه، ونوعدهم بالدوري وكاس وافريقيا، وان شاء الله نرجع كل حاجه في مكانها الطبيعي ان شاء الله.